ما نكذبش عليك، قلت لك حنايا واش ديال المقابلات بحكم اننا توقفنا على التدريب واحد اربع الاسابيع حتى الخمسه، استأنفنا التدريب اليوم بعد الدراري كاملين عازمين زعما باش نرجعوا، زعما باش نرجعوا كما كنا واقوى ان شاء الله. ونتمنوا من البرمجه تعطينا واحد في السيمانات ولا ثلاثة باش نوجدوا ان شاء الله ونرجعوا للياقه البدنيه، حيت صعيبه من بعد الحادث ومن بعد التوقف بزاف د الحوايج صعيبه باش ترجع للماتشات نيشان. كما كنعرف جمال الوضعيه راه هي هي، الناس بعدا مشكورين للمكتب اللي كيتقاتلوا لينا باش يجيبوا لنا المسائل الماديه ديالنا، ان شاء الله تتصور الوضعيه يمكن. وكنطالب من السلطات ديال المدينه والمسؤولين ولا الشخصيات الكبار يتفوا حول هذا الفريق، حتى هذا راه فرقه راه ديال القنيطريين كاملين، راه ماشي ديال واحد ولا ديال اللعابه ولا ديال الجمهور، راه ديال القنيطره كامل. لذا كنطلب منهم يساندوا هذا الفريق اللي فريمون هذه الوقيته هذه تدو صعيبه سيرتو بعد الحادث. جوج حوايج تحتاجوا، الدعم المادي والدعم المعنوي. الدعم المادي مهم جدا في هذه الوقيته هذه الحرجه، سيرتو الفريق تعرف واحد الازمه اللي خانقه كما تنقولوا، بعدا يشوفوا حلوا لنا التيران، لان الدعم الاول ديالنا هو الجمهور ديالنا. وثاني حاجه كنطلب من الجهات المعنيه انها تشوف هذا الفريق من ناحيه المنح من ناحيه زعما المساعدات. وكنبغي نشكر المكتب على الجمهور على الوقفه ديالهم معنا.